ويصعب ان نقوم باحصار العنف الجسدي. يمكن ان نرى او نعاين العنف الجسدي من خلال مستوى وعلى مستوى ثم فقد صوره، ولكن الكلمات النفسيه او الصدمات النفسيه او الارتدادات النفسيه يصعب يعني ايجادها تقرع الافراد ان تستوعب كل هذه الشكايات وبازماتها وتفاعلاتها. يقوم بعمليه نقارنها فيما بعد، هي انني ساطلب من الحضور الكريم أن نأخذ تمرينا بسيطا لمدة 5 دقائق عن ما يرافق هذا العنف الجسدي والنفسي، ثم المشكلة، سنحدد المشكلة التي تعيشها هذه الذات، ثم الآثار أو التمظهرات. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكم ولكل المنابر الإعلامية التي تقوم دائما بمواكبة وتغطية الاجتماعات الدورية التي الدورية للخلية المحلية لتكفل بالنساء والأطفال المحدثة على مستوى الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالمحمدية. وهذا اليوم كذلك فقد حضرتم إلى الاجتماع الدوري الثاني لهذه اللجنة المحلية، والذي حضره ممثلون عن القطاعات الحكومية وغير الحكومية وبعض فعاليات المجتمع المدني، وكذلك بعض الطلبة من بعض كليات هذه المدينة والذين لهم اهتمامات بهذه المواضيع التي تتم مناقشتها على ضوء اجتماعاتنا. بطبيعة الحال فهذه النيابة العامة خرجت عن المعتاد وخرجت عن ذلك الروتين في اجتماعات اللجنة المحلية، باعتبار أنها لا تكتفي فقط بالوقوف عند عرض الحالات والتي تطرح عليها والإحصائيات عن 3 أشهر التي تسلف الاجتماع السابق، وإنما أخذت على عاتقها وأخذت توجها يكمن في اختيار موضوع له علاقة باختصاص خلية التكفل بالنساء والأطفال في كل اجتماع. على سبيل المثال، منذ دخول القانون 13103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سنة 2018، تم بالموازاة مع اجتماعات اللجنة المحلية لهذه الخلية تناول بعض المواضيع كالعنف الجسدي أو العنف الجنسي أو العنف النفسي الذي تتعرض له المرأة، وتم تناول هذه المواضيع من طرف مجموعة من الباحثين والمختصين في الميدان، وذلك لتعم الفائدة. كما هو الحال بالنسبة لاجتماع هذا اليوم والذي تطرق لموضوع العنف النفسي وإسهامه في تكوين الصدمات النفسية على الضحايا المعنفين، والذي تكلف بإلقائه دكتور استشاري نفسي، وفي الذي في نفس الوقت يشغل مدير المرصد الوطني للدراسات النفسية والاجتماعية، والذي تعرض فيه بإسهاب لمدى الصدمات التي تنجم عن العنف النفسي الذي تتعرض له المرأة من خلال تعرضها للعنف. وكما هو منصوص عليه في القانون، فإن هذا الاجتماع عند اختتامه يتم تحرير محضر بجميع التوصيات التي يتم الخروج بها، ويتم توجيهه إلى اللجنة الجهوية المحدثة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف. وشكرا لكم. خاصو كيف الاستاذ نزع التدميريه، خاصو يديجاجي داك لو سونتيمون اللي كيعيش ديال ان والدي ما مهلينش فيا، وانا وبالما حس بني امي جات عليا ودارت لي وهذا والدار وعيش براكه وعيش دام كلشي كيجبدوا معاه. سون دي زيليمون كنا في مواجهه هنايا، كيخلق لنا مشكله اخرى، وحنا كنمشيو نجيبو البوليس يرافقوهم باش ما يهرسوناش البوليس. ولكن بدا كيلعب واحد الدور خطير في العنف النفسي. عندنا بعض الوصلات الاشهاريه، عندنا في هاد لي بانو بيبليسيتير اللي كيكونوا، غير انك دير ليا همزه ان، كتكتب ليا في البانو همزه ان زيكلابي،
هذه هشام العفوس، استشاري نفسي، مدير المصدر الوطني للدراسات النفسيه والاجتماعيه محمديه. اليوم كان الاجتماع الدوري اللي كتنظمه الخليه بمحكمه ابتدائيه محمديه، خليه تكفل بالنساء اطفال ضحايا العنف. اذا هذا الاجتماع هو جا امتداد للمراحل السابقه والعناوين السابقه اللي اشتغلت على العنف يعني بشكل عام. اليوم فصلنا في العنف النفسي، يعني كان بدعوه من السيد وكيل الملك ابتدائيه المحمديه، حضور الضابطه القضائيه لرجال الدرك والشرطه، وحضور يعني مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمتدخلين في الميدان، ثم الصحافه ومجموعه من الاساتذه المتخصصين. الموضوع اليوم كان حول العنف النفسي واثره واسهامه في تكوين الصدمه النفسيه عند الضحايا المعنفين. اذا نعرف بان يعني سواء في مراحل يعني الانصات والاستماع للمعنفين يعني عند الضابطه القضائيه او في النيابه العامه يتم الاستماع والبحث على الكدمات وعلى ما هو ظاهر في الجسد، ولكن الجانب الخفي والجانب النفسي والاثار النفسيه التي تكون وتساهم في تكون الردات او ما نسميه بالصدمات النفسيه لا يتم الاشتغال عليها وتبقى يعني دائما من المحظور. اليوم حاولنا في الموضوع اننا نعرف بالعنف حسب يعني ما ورد في منظمه الصحه العالميه، ثم حسب اتفاقيه حقوق الطفل الماده 19، ثم حاولنا تقريب الصوره للمتدخلين نميز مثلا بالنسبه للضابطه القضائيه العمل يعني الضابطه القضائيه في اطار التحقيق وفي اطار المقابله، مثل لا ديفيرونس انتر لونكيت و لونتروتيان كلينيك، ثم اهميه وجود اخصائي نفسي يعني ضمن مسار وطوال يعني مراحل الانصات للضحيه. واشرنا بشكل كبير واثرنا موضوع هو يعني تطفل بعض المنابر الاعلاميه بين قوسين التي تفتقر المهنيه والصحفيه على الميدان، وخصوصا اخذ تصريحات المعنفين والمعنفات خصوصا من القصرين والاطفال، وهذا الامر يمكن ان يعزز تلك الصدمه النفسيه عند الطفل او عند الطفله. واخذنا يعني نموذجا لطفله بمدينه مراكش التي تم الاستماع اليها من طرف واعاده الاستماع اليها من طرف احد الاشخاص، وكيف يعني كانت تصدر عنها بعض السلوكات عباره عن ردود افعال يعني تبين لنا بالفعل بان الامر يجب ان يراجع على المستوى القانوني وعلى المستوى القضائي، ثم ان يراجع المشرع هذا الامر. على المستوى النفسي نرفض بشكل تام كمتخصصين ان يتم التعرض للضحيه او الاستماع للضحيه من غير الضابطه القضائيه والمتخصص النفسي والنيابه العامه، على اساس ان المتخصص النفسي يجب ان يرافق الضحيه طوال يعني المسار. التجربه التي اثرناها هي تجربه يعني خارج المغرب، كيف يتم التصوير وتسجيل يعني جلسه واحده للطفله او الطفل المعنف، ثم هذا التسجيل يتم اعتماده طوال مراحل يعني التحقيق واعتماد السجن الاحتياطي والاعتقال الاحتياطي بالنسبه للمعنف. يعني اشتغلنا ايضا على شخصيه المعنف وشخصيه المعنف، وكيف ان هذه الصدمات النفسيه تساهم في تطور الحاله النفسيه وتتحول الى سواء اضطرابات نفسيه او كتعطينا دي باثولوجي اللي هما امراض نفسيه. المشكل هنا وكيف يستوعب ويفهم المجتمع هذه الرساله، كيف يمكن ان نميز وان نقرب المجتمع من هذا الامر، ونبين بان يعني بعض السلوكيات وبعض الكلمات وبعض المفردات التي تقال وتنطق للضحيه هي تعزز ما يسمى بالذاكره الابيزوديه او الذاكره الصدميه لا ميمار تروماتيك. لهذا حاولنا ان نقرب الصوره بشكل كبير، ان نحلل يعني بعض المعطيات وبعض الفيديوهات، واختتم النشاط ب يعني ضروره مراعاه الحاله النفسيه للضحايا، والا تصبح الضحيه او يصبح الضحيه موضوع استهلاك اعلامي، وانما يجب حمايتها من اي ميكروفون كيفما كان، الى ان يصدر يعني الامر عن المتخصصين وعن ذوي الاختصاص. وشكرا. صوفيا الرواسي، اتيديون في كلية الحقوق الدار البيضاء، في مسلك الماستر ديتكسيون اي بريفونسيون دو لا كريمناليتي فينانسيير اورغانيزي. دونك اليوم حضرنا الندوة للخلية الجهوية لتكفل بالأطفال والنساء المعنفين، وموضوع اليوم كان حول يعني العنف النفسي وإسهامه في تكوين وإحداث يعني صدمات نفسية ضد المعنفين، وبالخصوص يعني ضد المرأة المعنفة في بيت الزوجية. أثر هذا اللقاء أو هذه الندوة السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة المحمدية، والندوة اللي كدار يعني دو مانيير تخيمستخيال
وكانوا فيها يعني كان تداخل مجموعه من الـ من الـ من الـ من المؤسسات يعني ومن المتداخلين، منهم ممثلون عن الضابطه القضائيه بجهازه جهاز الشرطه وجهاز الدرك، ممثلون عن المجتمع المدني بطبيعه الحال اللي هو مكون اساسي وصله وصل بين يعني القضاء وبين المواطن، ومنهم بطبيعه الحال يعني اساتذه ودكاتره مختصون في المجال وخصوصا في المجال النفسي. يعني شهدنا تقديم ندوه من طرف استاذ وطبيب في علم النفس اللي دوانا بزاف على الدور ديال الاطباء النفسانيين وسيرتو لا بسيكولوج لا بسيكياتر والدور ديالهم المهم في انهم هما يكونوا اول عنصر اللي يكون عنده احتكاك مباشر مع الضحيه. وبطبيعه الحال يعني المتداخلون اللي عندهم يعني خبره في المجال حاطونا بزاف القضايا اللي هي حيه تعرض يعني حاليا امام القضاء، وقضايا اللي عرفت زخم وطني، وبالخصوص شاهدنا واحد الشريط في اليوتيوب اللي طفله ذات 11 ربيعا تعرضت للاغتصاب في مدينه مراكش، وشهدنا يعني وبمعيه هذا المختص اللي اعطانا المنظور بشموليته، شهدنا يعني كيفاش الصحفي اللي ما عرفش يتفاعل مع الاسئله ويعني دفع بزاف الضحيه اللي هي اصلا في مقتبل العمر وعندها شخصيه هشه من الجانب النفساني والعاطفي، كيفاش تناول هذاك الموضوع. الشيء اللي كيبرز اهميه المواكبه ديال طبيب نفساني مختص لاي ضحيه، خصوصا ضحيه اللي التكوين النفسي والعاطفي ديالها باقي ما اكتملش، او ضحيه اللي كتخضع للضغوطات ديال المجتمع بشكل رهيب كزوجه في بيت زوجيه. من هذا المنبر نود ان نشكر نحن طلبه كليه الحقوق الاستاذ سيد مستار على هذه الاستضافه وعلى هذا يعني روح المسؤوليه اللي كانت فيه، حتى جابنا معاه باش نحضروا داكشي اللي كنقراو تيوريكمون باش نشوفوه من وجهه نظر خبراء. نود ان نشكر كذلك سيد وكيل جلاله الملك ومختلف العناصر اللي كتخدم معاه على هذه الاستضافه وعلى الثقه ديالهم اللي وضعوا فينا، ونود ان نشكر بطبيعه الحال حتى الصحافه بدوركم انتم اللي كتساهموا في نشر هذه الندوات اللي عندها هدف طابع يعني اجتماعي مهم. وفي الاخير نود ان نشكر جميع المتداخلين من قريب او من بعيد اللي ساهموا في انجاح هذه الندوه هذه، ويعني لنا متمنيات في المستقبل القادم ان شاء الله باش يكونوا هذه الندوات وهذا بشكل مركز كبير ويساهم فيهم حتى يكون يشارك فيهم حتى الطالب بكونه يعني عماد الدولة مستقبلا ان شاء الله. شكرا لكم. سميتي صفاء الدوش، انا واحد طالبة في بماستر ديال ديتيكسيون بريفونسيون دو لا كريمينيتي فينانسيير اورغانيزي اللي كاين في طريق جديدة. جينا اليوم المحكمة الابتدائية اللي كاينة في المحمدية اللي هنا باش نحضروا لواحد شنو نقول لواحد الندوة بحضور السيد الوكيل ومجموعه من الاطراف المهمه، بحضور عاوتاني الضابطه القضائيه وبحضور مجموعه من الشخصيات المهمه وبحضور الاستاذ ديالنا البروفيسور مستار. اليوم كان الموضوع حول العنف ضد النساء وضد الاطفال، كان هي خليه التكفل بهذا الموضوع. في خضم هذه الندوه تعلمنا بزاف د الحوايج. شنو تعلمنا؟ تعلمنا شنو هما مظاهر العنف ديال هاد ضد النساء وضد الاطفال، وكما تعلمنا ايضا كيفيه التعامل مع هاد الاطراف مثلا اللي كيكونوا هما ضحايا للعنف. وكان كانت واحد المبادره طيبه من مجموعه من الشخصيات اللي في الحقيقه تعلمنا بزاف الحوايج منهم.